الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يسرني بادئ ذي بدء أن أرحب معالي الدكتور بندر حمد الخجاب نائب رئيس مجلس الشورى، وترحيب بالسادة والسيدات أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، كما نرحب بضيوفنا الأعزاء. وهذا اليوم هو اللقاء السابع والأخير لهذا العام ضمن برنامج اللقاء العلمي الشهري للسادة أعضاء هيئة التدريس، والذي أحدث نقلة نوعية متميزة في كلية الاقتصاد والإدارة. فلقد أسهمت هذه اللقاءات العلمية الشهرية في تقديم باقة متنوعة في شتى الحقول العلمية، مما أثرى الجو الأكاديمي لهذه الكلية المتميزة. فنشكر القائمين على هذه اللقاءات البناءة، وعلى رأسهم سعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري. أما موضوعنا اليوم وهو اللقاء السابع، فيكون عن اقتصاد البيئة في الاتفاقيات الدولية للحد من التغير المناخي أو التأقلم معه. وتتحدث في هذا اللقاء كل من سعادة الأستاذ الدكتور سيد فتح الخولي نائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد القادر نصير عضو هيئة التدريس والأستاذ المشارك في قسم إدارة الأعمال. الدكتور الآن أقدم السيرة الذاتية للضيفين الكريمين المتحدثين. الدكتور عبد الله بن عبد القادر نصير الأستاذ المشارك بقسم إدارة الأعمال، قام بتطوير وتدريس مواد علمية في مجالات التنمية المستدامة، نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجال الإدارة البيئية، شارك في إعداد كثيرا من دراسات تقييم الأثر البيئي، عمل منسقا إقليميا لجمعية البيئة العربية، شارك في تأسيس لفيف من الجمعيات والشبكات العربية، ومنها الشبكة العربية للبيئة والتنمية، الشبكة العربية للنوع الاجتماعي، كما أن سعادته ناشط في مجال البيئة والتنمية، وعمل كمتطوعا في نشاطات مرتبطة بمنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية. أشرف الدكتور عبد الله نصير على كثير من الرسائل الماجستير والدكتوراه المرتبطة بالإدارة البيئية، كما عمل كمستشار متطوع للعديد من المنظمات في مجالات الإدارة البيئية، وهو عضو عامل في منظمة النوع الاجتماعي والمياه. أما متحدثنا الثاني فسيكون الأستاذ الدكتور سيد فتحي الخولي، وهو أستاذ في قسم الاقتصاد ومعار حاليا كنائب للمدير التنفيذي في مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري، ومستشار لصاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في وزارة الدفاع والطيران، كما أن للضيف سجل حافل في كثير من الأعمال. في عام 92 إلى 2001 كان مستشارا اقتصاديا للأمانة العامة للجنة الوزارية للبيئة، وبين 2001 و 2005 كان مديرا لبرنامج العمل الاستراتيجي للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر، بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبين 88 و 94 كان عضو في الإدارة جمعية الاقتصاد السعودية، و 93 97 مؤلف رئيسي ضمن الفريق الدولي المكلف بكتابة التقرير التقييمي الثاني للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة. في عام 1999 حاز الأستاذ الدكتور سيد الخولي
على جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. كما أن الضيف الكريم حصل في عام 2007 على جائزة تقدير منظمة IPCC لدوره كمؤلف رئيسي في التقرير الحائز على جائزة نوبل لعام 2007. فنرحب بالضيفين الكريمين ونرحب بالسادة أعضاء هيئة التدريس والسيدات أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ونطلب من سعادة الدكتور عبد الله نصير أن يتفضل بإلقاء محاضرته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الكلية لإتاحة لنا الفرصة للقاء هذا اللطيف من الخبراء والعلماء في مختلف المجالات. والحقيقة أنه لي الشرف أن أزامل صديقي والخبير الدولي الدكتور سيد الخوري في هذا اللقاء. الكلية يعني لا يسعني إلا أن أقول أننا يعني تقدم لنا كل فرصة لكي نكون فخورين بالعطاءات المتواصلة لهذه الكلية. وأخص في الذكر الكلية كان لها سبق في العديد من المجالات، وهذه المجالات يعني يجب أن تظهر وتقدم لأنها هي فعلا سبق كبير. الكلية هي قدمت أول مناهج فعلية في أقسام إدارة الأعمال تحاكي مفاهيم العولمة، ومن ضمن هذه المواد اللي هي مواد الإدارة البيئية والنوع الاجتماعي. وأيضا الكلية تواصل تحقيق سبق في تطوير الكوادر البشرية، وأنا مبسوط جدا إنه حيكون عندنا أول متخصصات فعلية، متخصصات في مجال الإدارة البيئية، أقول أول متخصصات على نطاق العالم العربي في الإدارة البيئية في البيزنس سكولز، يعني في البيزنس سكول. وأخص بالذكر الأستاذة نادية الغفار والأستاذة سامي مقبول، وهذا طرح كبير لنا وإضافة كبيرة، والحقيقة كان إنجازاتهم طيبة، وأشير وأهيب بالتعاون معهم، ويعتبر هم مصدر رئيسي وأساسي لنيل المعلومات في هذا المجال. فأهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز، وإن شاء الله نواصل المحاضرة. اللقاء اللي إحنا اتفقنا معاه الدكتور سيد، إحنا حنقسمه لشقين. شق يتناول المفاهيم والفلسفة والفكر والأسس العلمية من حول مفاهيم الاقتصاد والبيئة، وحاولنا نركز على محاور مختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي. وحأقول لكم بعض الأحيان إيش ممكن المناخ، التغير المناخي ممكن يطلق عليه في سياق الأطروحات المختلفة اللي قدمت. لقائي أو طروحاتي بتتمثل في ثلاثة أجزاء. حنشوف فيلم من خمسة دقائق، ثم في بعض الشرائح شاطر فيها ونحاور فيها إن شاء الله مع بعض، ثم فيلم آخر. طبعا الفيلم الأول هو فيلم كرتون. متى آخر مرة عبد الحميد شفت فيلم كرتوني؟ أنا؟ لا تقول لي من أيام زمان. أيام زمان أظن لما كنت ما أظن كان ميكي ماوس مولود وقتها ولا لا. الفيلم هذا الحقيقة هو فيلم علمي، فيلم كرتون نعم، بس هو فيلم علمي. وأنا كل ما أغيب عن مجال البيئة والآخري ودرجة نفسي أقوم أشغله وأرجع يعني أدخل في إطار، وتلاقيني تحمست وبدأت أقرأ مرة ثانية وأعمل يعني إعادة الطاقة لي في هالمجال. هو بيقولوا إنه للأطفال، لكن أنا شايف إنه فيه للكبار. أنا حصلت عليه وإحنا إن شاء الله في الكلية من القلائل على مستوى العالم العربي يمكن اللي شاهدوه.
هو ناجح كثير، لأنه بعض المدرسين والمدرسات في التعليم الأولي استلفوا مني، وبعدين حقق نجاحات بين المشاركين في مجال البيئة. الفيلم هذا الغرض منه هو يعني اخترت وصرت عليه لأنه في التباس عند العامة بصفة عامة عن موضوع الجو والهواء والحاجات دي وايش اللي بيأثر فيه. كان بمصطلحات عامة كما هم يتصوروا، يعني هناك التباس لدى العام حول قضية الأوزون واضمحلال طبقة الأوزون، وأيضا عن ما يسمى بالاحتباس الحراري. فالفيلم هذا يمكن يدخلنا في الأجواء، وأنا يعني أعتقد أن معظمكم يمكن عارف هذه المعلومة، لكن حاولنا أن نسترجع مع بعض ونأكد أنه ترى القضية هي من شقين وفيها ترابط وفيها تباعد في المجال. فإحنا نبغى نتفرج على الفيلم هذا مع بعض، وبعدين بعد كده نشوف، وإذا أرجوكم تساعدوني إذا ما كان غطينا فكرة الترابط والتباعد بين القضيتين تذكرونا أننا نتحاور فيها بشكل أو بآخر. أستاذ ناصر فالفيلم الآن بنشوفه، هو اللي أنتجه ترى منظمة الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليونيو، وأنا حصلت عليه من فضل. وحقيقة هم أنتجوه وبيحاقوا الأجيال القادمة، بيقولوا إحنا مطلوب مننا كمجتمع بشري نحدث تغيير، والتغيير هذا لابد أن نستثمر في أجيال المستقبل، وهم بيحاقوا أجيال المستقبل عشان يعلموهم أنهم هم شركاء حقيقيين في تحمل المسؤولية في المستقبل، ويجب أنهم يعرفوا حقوقهم في هالمجال. ولذلك هذه معلومة مهمة جدا نحطها في بالنا. الدافئ يملأ جسمي العجوز بالفرح، ولكن الآن منظر كل فجر جديد يملأني بالقلق. الشمس مرشل من الغازات الحارة المشتعلة لأكثر من 4,500,000,000 سنة أبقتنا حرارتها أحياء، ولكن وراء ذاك الدفء يكمن خطر خفي. فأشعة ما فوق البنفسجية الميتة أو يوفي قد تؤذي أشكال الحياة كلها على كوكبنا. لحسن الحظ أننا محميون بواسطة مجموعة باسلة صغيرة من المدافعات عند أقصى أطراف الفضاء. جزئيات الأوزون التي تشكل طبقة أوزون كوكبنا رغم حجمها الصغير حاميتنا الأوزونية قوية جدا وذكية. وهي تسمح بدخول دفء الشمس مانح الحياة بينما تتصدى للأشعة ما فوق البنفسجية المميتة. وكانت الأمور لتستمر على هذا النحو إلى الأبد لولا ظهور تهديد جديد من الأسفل. الكلوروفلوروكربونات المعروفة أكثر بالCFC هي المواد الكيميائية التي تبرد مكيفاتنا وثلاجاتنا. مركبات CFC آمنة داخل الآلات، ولكنها عندما تنبعث فإنها تبدأ رحلة تدوم 25 عاماً إلى أعلى الغلاف الجوي، حيث تنقض على طبقة الأوزون بلا رحمة. وعندما تضطر جزئيات الأوزون إلى محاربة الأشعة ما فوق البنفسجية ومركبات CFC، فإن طبقة الأوزون ستضعف وتخرق. ماذا؟ من أنت؟
ألبرتا ألباتروس يا صديقي الصغير، ومن تكون أنت؟ أوزي أوزان، تشرفت بمعرفتك، لكن أخبريني من فضلك، ما الذي يجري فوق الأرض؟ لنذهب ونرى. المواد الكيميائية التي هاجمتك هي CFC، إنها تستخدم في آلات البشر منذ أكثر من 50 عاماً، وهي آمنة شرط ألا تنبعث في الجو. عندما أدركت الدول المتطورة أن هذه المواد الكيميائية خطرة، استبدلتها بمنتوجات غير مضرة بطبقة الأوزون. ولكن بعض البلدان كهذا ما زالت متمسكة بالعادة السيئة القديمة. مبيدات الحشرات الضارة كميثايل برومايد قد تكون بالخطورة عينها. والصناعات ليست وحدها الملامة. الثلاجات القديمة، الجزيئات التي تطلقها ترتفع في السماء وتتسبب بالمشاكل لنا جميعا، فأرجوك لا تفعل هذا مجددا. الأشعة ما فوق البنفسجية، احترسي. نريد حمايتك فحسب. التي تهاجم طبقة الأوزون أيضا. أصيب بتلك السفعة البالغة لأن المواد الكيميائية كتلك التي أطلقها للتو تدمر طبقة الأوزون الواقية التي صنعناها في أعلى السماء، ونحن لا نحاول منع سفعات الشمس فحسب. الأشعة ما فوق البنفسجية تجاعد بشرتكم وتجعلكم تبدون أكبر سناً، كما تتسبب بسد في عيونكم قد يؤدي إلى العمى، وقد تضعف مقاومة الجسم الطبيعية للمرض. والأسوأ من ذلك، أثناء نمو أجسامكم الصغار أمثالكم بالأخص هم في خطر، لأن الأضرار الناجمة عن UV قد تسبب السرطان. لا تخافوا، هذه مسألة خطيرة، ولكن هناك طرقا لحماية أنفسكم. احموا بشرتكم عبر تغطية أذرعكم وأرجلكم. اعتمروا قبعة لحماية وجوهكم. ضعوا النظارات الواقية من الشمس لحماية أعينكم، وغطوا الباقي بالمرهم الواقي من الشمس. ابقوا في الداخل عندما تكون الشمس حادة، وحاولوا دوما البقاء في الظل. واطلبوا من ذويكم أن يحرصوا على أن تطرح الثلاجات والمكيفات القديمة على يد تقنيين مخولين، أي أشخاص مدربون خصيصاً لن يسمحوا بانبعاث CFC. هذا مهم جداً بالنسبة إليكم وبالنسبة إلى أولادكم، إذ حتى إن لم تطلق مواد كيميائية مضرة أخرى في الجو، فإن الأمر سيستغرق 50 عاماً على الأقل كي نصلح طبقة الأوزون كلياً. هل لن تساعدوننا؟
ألبرتا، بعد كل ما رأيته هنا أود العودة إلى العمل. أخبروا ذويكم وأساتذتكم وأصدقائكم عن الأمور التي تعلمتموها، ولا تنسوا الفتية والفتيات حول العالم يمكنهم أن يحدثوا فرقا، إذ فيما يتعلق بحماية البيئة لكل خطوة أهمية. الجزء الثاني من اللقاء الخاص بي أنا، وبشوف إنه في عندنا محاضرة أو presentation سميناها الطاقة والبيئة، و نركز على السخونة الكونية. السخونة الكونية الحقيقة أنا اخترت العنوان هذا عشان نتعامل مع السبب. التغير المناخ هو العرض، وطبعا في نظام الأطروحات السائرة حول العالم بيركزوا على العرض لأنه هو المؤثر اللي احنا بنشوفه أمامه وداخله، لكن التركيز على السبب اللي هي سميناها هنا السخونة Global Warming هي أحد المصطلحات اللي بدأت فيها الحملة حول هذا المجال. السخونة الكونية لها أطروحاتها ومجالاتها بتختلف جزئياً عن الأطروحات اللي بيتعاملوا معها في مشكلة الأوزون وطبقة الأوزون اللي شفناها في الفيلم. فعموماً لما نكون يعني نعمل في هذا المجال، مجال الإدارة البيئية، مجال الاستدامة، وهذه كلمة مرة مهمة يعني أصبحت هي محور رئيسي بيرتكز عليه العالم كله في الحوارات والمفاهمات. لما بنحوم في هذا المجال بنلاقي إنه الباوندري بوليتيكال باوندري الحواجز السياسية تقلصت وأصبح هناك انصهار كوني بين المجتمعات. العالم كله أصبح قرية واحدة، وبالذات في مجال الأطروحات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة. ولذلك العالم أدرك أن الترابط هذا، ترابط في القضايا، ترابط في المشاكل، ترابط في الاحتياجات، يحتم عليهم أن يكونوا كتلة واحدة. ومن هنا برزت يا جماعة الفلسفة الجديدة اللي هو التأثير على الفكر أصبح لا يرتبط بأفراد زي ما إحنا درسنا وبندرس تايلر ومازلو والجماعة هذولاك وغيره وغيره في مجال الاقتصاد. كان الفكر نابع من أفراد، الآن أصبح الفكر ترى انصهار من أمم ممثلة في أطروحات أممية. طبعا أنا يعني بين الحين والآخر صادف بعض الناس اللي بيقولوا إحنا إيش نقول إيش الأمم المتحدة، هذا ما هو هم إحنا جماعة الأمم المتحدة هو إحنا وغيرنا، هذا هو. فما نخاف من المصطلحات هذه بشكل أو بآخر. فالانصهار الفكري هذا ولد توافق إلى حد كبير، وأمامنا تحديات كمجتمع بشري. صرنا نتكلم باسم الإنسانية والمجتمع البشري في لغتنا، في احتياجاتنا، في أمورنا. بدأ العالم يحدد أولوياته في كيفية إنه يحقق الرفاهية والرخاء، وبالتالي واحدة من الأولويات اللي وضعوها قالوا كيف نقدر نحقق الرخاء لمجتمعاتنا الإنسانية؟ ما نقدر نشتغل كل واحد لوحده، لابد إننا نشتغل كيد واحدة. طلعوا بواحدة من الحاجات اللي طلعوا بها اللي هي الأهداف الإنمائية الألفية اللي هي نابعة من الأمم المتحدة. على فكرة دي الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، مع إنه ظهر في بين عام 2000 و2001، وأخاف أقول إنه
صاحب في نيويورك واحد تطلع له يقول انه يعني هذه افكار امريكيه في التي تدخل علينا والاخر سمعت اشياء كثيره هالنوع وهذا مو صحيح لان الامم المتحده من الجميع مو من امريكان او اليابانيين سعوديين وامريكان وكل في الآونة الأخيرة كلنا سمعنا بجمعة كبيرة ومؤتمر كبير قمة العشرين سبيلية عقد شهر وكان لنا الحظ الأفضل والشرف إنه خادم الحرمين الشريفين ها جزا الله خير بيمثل العرب في المؤتمر العالمي كانت يتكلم عن الأزمة الاقتصادية والمالية اللي مرت بها لكن إيش حصلوا إيه؟ رجعوا أكدوا يا جماعة إنه عشان نصلح وضعنا لابد إننا نسارع في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بيأكدوا على هذا الشيء وقيدهم هم تبنوها كل المجتمعات تبنت هذه الأهداف والآن بيأكدوا عليها ليه بيأكدوا عليها؟ لأنه أول يعني مفاهمة إذا سميناها اتفاقية أو مفاهمة أو التزام بيحدد أهداف ووقت زمني للوصول حطوا وقت زمني للقضاء على الفقر والتعليم ومعدلات الوفيات وتحسين الصحة الإنجابية والإيدز ويمكن دحين لو هم يعيدوها يحطوا الخنازير هذه والنوع الاجتماعي والاستدامة البيئة والشراكة العالمية هذا يعني أننا إحنا ملزمين كلنا يا جماعة أننا نتضامن مع ولاة الأمر مع المجتمع العالمي هو إقامة شراكة عالمية يعني إحنا دورنا سواء كنا تاجر أو مدرس في مدرسة أو أستاذ جامعة أو موظف أن نسأل نفسنا ما هو العمل اللي أنا أقدمه في إطار الاستراتيجية اللي ملزمة لنا في كل أنحاء وبالتالي بنطور أفكار من هذا النوع بشكل أو بآخر إذن يعني يجب أن المجتمعات المحلية في دول النائية تخرج من الطوقع وتعرف أنه هذه مسؤولية إلزامية علينا وكل واحد لازم يقوم بدوره في تطوير العمل هذا بشكل أو بآخر من هذا المنطلق بنشوف أنه رقم 7 مثلاً كفارة الاستدامة للبيئة Environmental Sustainability ومن هالمنطلق بدأ العالم يحط آليات لكيفية تحقيق الاستدامة البيئة وبدأوا يتحاوروا في ما هي المشاكل إلا نابعة من البيئة وجدوا أنه مثلاً التلوث في الجو air pollution وهذا لقوا انه طيب ايش علاقته من مصادر طبعا وجدوا انه الطاقة هي المصدر الرئيسي وطبعا المنظور التقليدي للطاقة كان هو ان نعرف مصدر الطاقة وتكلفة استخدام الطاقة يعني تكلفة نقدية منها وبعد كده خلاص نستخدمها زي ما نيوم شفنا من خلال الشريحة اللي أمامنا إنه تكلفة مصادر الطاقة مرتبطة بالمواد المستخدمة لإنتاج الطاقة على سبيل المثال بنلاقي هنا عندنا البترول بيمثل حجم كبير الطاقة وهذه طبعا بين السنوات لا زال هو رقم واحد عندنا الفحم وعندنا الغاز وعندنا هنا ماني شايفه من بعيدة شوية لكن هنا النيوكلير الطاقة النووية والهايدرو اللي هي من مصافة الأنهار والمياه وبعدين هنا عندنا الشمس والرياح لو اتمعنا في هذه الطاقة إذا لما اتمعنوا في مصادر الطاقة وجدوا أنه في ممكن نقسمها إلى نوعين نوعين أساسيين وهذا التقسيم ترى حديثا مع انطلاقة المفاهيم في مجال الإدارة البيئية انقسمت لشيء مصادر نظيفة
ومصادر غير نظيفة. أحيانا يسموها green energy أو clean energy، وأحيانا يسموها يعني sustainable energy، مستدامة، يعني موارد مستدامة لا يمكن أنها تنضب. الشمس، الهواء، عمرها ما طالما في كرة أرضية إن شاء الله تكون في هذه الموارد. بينما الموارد الثانية اللي هو الأويل والفحم والآخري قابلة للنضوب بشكل أو بآخر. وإذا عندنا نوعين من الطاقة. هنا بدأوا في خضم التفكير حول العالم إنه الإنسان لازم يعني في مبدأ أساسي في العاملين في مجال البيئة واستدامة البيئة بيقول لك فكر عالميا واعمل محليا. فكل الإيفالويشن اللي تلاقوها وتلاحظوها دائما بتعرض الحالة الوضع العام وبعدين ينتقلوا إلى الوضع المحلي. هنا بنشوف مثلا إنه في التقسيمات على حسب الريجنز القارات فيما يتعلق باستخدامات الطاقة. فبنلاقي مثلا أمريكا ولا هي بتستخدم طاقة أكثر من أي ناس ثانيين، وحتى توضح الشريحة اللي بعدها هذا المجال. هنا أهم شريحة يمكن في المحاضرة أو من أهم الشرائح اللي بنلاقيها. استخدامات الطاقة الهائلة أدت إلى وجود بعض المنافع الاقتصادية، لكن أدت إلى بعض التساؤلات حول هذا المجال. هذا بيعبر عن النظام البيئي الإيكو سيستم، ومدى تداخل الإيكو سيستم النظام هذا مع النشاطات الإنسانية. هنا عندنا الشمس طبيعة الحال بتسطع كل يوم وتعطي أشعتها، وفي العادة هذه الأشعة بتنعكس وبعضها يكمن شوية في الأرض على المباني الجبال، وبعض والأخرى بيطلع من هنا. اللي حصل إنه النشاطات الهائلة الكيمة الهائل وحنعرف من مصادرها من فين أدى إلى وجود انبعاثات. هذه الانبعاثات عرفت بما يسمى بالجرين هاوس غازز، وتراكمت حول الطبقة في الأجواء، وهذه أدت إلى تغيير الميكانيزم التوازن البيئي. فالأشعة الشمس تسطع على الأرض وبعدين تيجي طالعة على فوق، لكن تلاقي الطبقة هذه أمامها فتنعكس مرة ثانية على الأرض وتزيد الأرض حرارة، ثم تنعكس بطبيعة الحال، لكن بعضها لا ينفذ لأنه هذه الكمية المكثفة من الغازات بتؤدي إلى منع انسياب كل الأشعة الشمس إلى الأرض. وبالتالي هنا ظاهرة ما يسمى بالاحتباس الحراري، يعني هنا في حرارة محتبسة في الأرض وهذه بتؤدي إلى زيادة مضطربة في ارتفاع درجة الحرارة. وهذه الظاهرة أيضا تسمى ظاهرة الاحتباس الحراري أو ظاهرة البيت الزجاجي أو ظاهرة البيت البيوت الخضراء. هنا في بعض الجدل والحوار حول هل صحيح إنه ثاني أكسيد الكربون اللي هو أحد غازات الاحتباس الحراري هو اللي بيأثر على درجة الحرارة وارتفاعها. وكان جدل كبير بين أصحاب المصلحة من المصانع في شركات البترول وبين البيئيين لفترة طويلة من الزمن. لكن عندما درسوا العلماء الظاهرة هذه وجدوها موجودة في الكواكب الأخرى. هنا مثلا كوكب المريخ، درسوا هم محيط كوكب المريخ، لقوا أنه بيحاط بطبقة خفيفة من ثاني أكسيد الكربون اللي هو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري اللي تكلمنا عنه. شوفوا لما يكون في الطبقة الخفيفة هنا حول كوكب المريخ كم تكون درجة الحرارة؟ 50.
خلينا نشوف هنا فينوس اللي هو ايش عطارد ولا الزهرة. طيب شكرا. شوف هنا بيحاط بطبقة مكثفة من ثاني أكسيد الكربون. كم درجة الحرارة فيه؟ 420. خلينا نرجع للأرض. هنا في طبقة حول الأرض أخف من الطبقة الموجودة هنا وأكثر من الموجودة هنا، لكن درجة الحرارة إذن طبعاً هذه في الحالة الطبيعية قبل ما يقيسوا الزيادة الهائلة اللي سايرة لجري مؤخراً في درجة الحرارة 15 متوسطة 15. هنا بتثبت أن هناك علاقة طردية مثبتة بين تواجد وكثافة ثاني أكسيد الكربون وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة. هنا بعض بدأوا يفصلوا ويقولوا مثلا طيب ايش نوع خلينا نشوف ايش نوع الغازات اللي هي فيه. فهنا الكبريت وهي احد الغازات الخطره، فبيشوف انه تواجدها في افريقيا والحاجات واسيا وبعدين اوروبا والى اخره. شوفوا وسط ايشيا هنا اللي احنا ننتمي اليها هنا غرب اسيا، ولا منه يعني انا لي شويه تساؤلات اذا كان هذا صحيح ولا لا. احيانا يعني الواحد لا يجد بدا الا ان يتساءل عن حقيقه هذه البيانات، وبالذات اذا عرف انه انظمه المراقبه والتسجيل البيئي ما هي دقيقه في كثير من بلدان الدول الناميه. هذه الشريحه بتبين لنا انه تقديرات الأمراض في ناتجة عن التلوث في الداخلي والتلوث في الخارج، وبنشوف إنه دول العالم هنا موزعة على تصنيفات أكثر. اللون الغامق يمثل المنطقة زي الهند اللي فيها يعني أمراض في الداخل أكثر من أي بلد ثاني. ما أعرف إيش الإحصائية، بس يعني أنا أعتقد هذه الإحصائية صحيحة. احنا يعني من البلدان نسبيا مقارنه بالاخرين الا الامراض يمكن ما عندنا فيها شيء كبير. وهنا الامراض اللي هي في الخارج، ويعني برضو انا يعني احاكي ما اعرف كيف هم جابوا الارقام هذه بناء على ايه، يمكن موديلنج ولا ايش. لكن الان تفضل. هنا بنشوف انه الأمام الشريحة بتبين الديستريبيوشن حق السلفر الكبريت في حول العالم. ديستريبيوشن يعني من الديزل، لأن البلدان اللي بتستخدم الديزل بتواجد في أجواءها الكبريت اللي هو زي ما قلنا من المواد الخطرة. وبنشوف هذا الجزء وهنا وهذه الأجزاء كلها بيستخدم الديزل بشكل او باخر. طبعا احنا ما بنعتمد كثير على الديزل، هنا تقريبا شبه محرم في استخدام الديزل بشكل او باخر. هذه من ما اعرف اذا واضحه الشريحه عندكم، بس من اهم الشرائح اللي بنشوفها هنا بيشوفوا يقدروا المستوى السنوي من تركز الذرات الى تمثل التلوث في الهواء. يعني اي مدن في العالم تعتبر اكثر تلوث في هذا المجال. فاللون الاحمر هي طبعا اعلى مدن، واللون الازرق هو المنخفض والاصفر هنا. خلينا نشوف هنا منطقتنا، بنشوف انه منطقة يمكن جدة ينبع هنا، وعندنا الجبال برضو بيقدروها انها هي من اكثر الدول. على فكرة هذه احصائية من منظمة الصحة العالمية اللي بيتكلموا عن قديش المدن ملوثة حول العالم في ما يتعلق بالكواليتي في هالمجال. طبعا الهند تاخذ حظها دائما من التلوث، وباكستان وبنغلاديش والصين دائما تلاقيها ارقامها عاليه فلكيه.
بينما نشوف أوروبا هنا وأمريكا دائما نشوفها هنا. طيب لما نعرف ليه يا جماعة، ليه إحنا في بلدنا إحنا نفكر على خير ونعمل محلية؟ ليه إحنا عندنا الإيركولاتي وزارة الجدة والآخر والشغلة بديهية عندنا؟ لأنه عندنا كم هائل من الصناعة اللي تعتمد على الطاقة، الريفاينر عندنا، مصفاة عندنا، محطات الكهرباء عندنا. هذه صورة فعلية ترى يا إخوان، وأنا عملت في هالمجال بشكل متطوع على الرماد الكربوني، والرماد الكربوني مشكلة أزلية مهمة إننا نتكلم عنها ونحكي وننادي حتى مجلس الشورى إنهم هم يبدأوا يفتحوها بشفافية. قصة الرماد الكربوني إنه أرامكو بتفرض سواء يعني طوعيا أو وديا إنه الساحل الغربي محطات الكهرباء والتحرير تستعمل الوقود الثقيل وهو أردى أنواع الوقود، وبتعطيهم هي بسعر مغري. طبعا الصفقة كانت نعطيكم هو بسعر مغري بس كده وتعالجوه، لكن ما صار الحكاية، صار انه ايه يلاقي له فلترة في داخل فهذا مشكلة كبيرة قائمة. ويمكن منظمة الصحة العالمية في قراءاتها وتقاريرها حطت وضعت جدة عشان الرماد الكربوني. الرماد الكربوني كان مشكلة كبيرة، وشاركنا الحمد لله مع لفيف من رجال المجتمع وبالتعاون مع المسؤولين استطعنا ان نقفل واحد من المرمى في المخلفات الخطره في جده، كان وبدهم يسووه الى اخره جنب منطقه فقيره، ونجحنا ان نقفلهم هو الان. ولكن الان في حلول للموضوع هذا، وانا اعمل انه الحل الاسلم والاسهل انه يا رامكو انتم تقدروا تتحملوا عملية تكرير هذا الوقود الثقيل، عندكم فلوس كفاية، لا ترموا على التحلية ولا ترموا على شركة الكهرباء. هذه مشكلة أنا أدعو أنها تطرح بشكل أو بآخر. عندما نتكلم عن الاحتباس الحراري والغازات الاحتباس الحراري، غازات الجرين هاوس، الاتفاقات الدولية اللي الدكتور السيد إن شاء الله حيقولوا لنا عليها، قسمت الاحتباس الحراري، غازات الاحتباس الحراري، لأنه في غازات كثيرة وأنواع كثيرة، ويجب أننا ما نلوم أي غاز ونقول هذا هو سبب الاحتباس الحراري، لا، هم حددوا هذا، أنه في 6 أنواع من الاحتباس الحراري، يعني اتفاقية كيوتو اللي هنتكلم السيد الدكتور سيد يتكلم عنها إن شاء الله، حددت من هو المسؤول، من الغاز المسؤول عن الاحتباس الحراري والبقاء في الطبقة العالية. هذه 6 كلها هنا، شوفوا القاسم المشترك بين اتفاقية كيوتو أو الاحتباس الحراري وبين طبقة الأوزون. فاكرين في الفيلم إيش كان بيقول؟ مين المسؤول عن طبقة الغاز اللي هو CFC؟ كان بيتكلم عن CFC. CFC يعتبر هو أحد أيضا الغازات المسؤول عن الاحتباس الحراري اللي عرفوه رسميا، لكن أيضا هو بيتعامل معاه خارج نطاق اتفاقية كيوتو، وبنوا لعملية طبقة الأوزون اتفاقية اسمها مونتريال بروتوكول مونتريال، ونجحوا نجاحات كبيرة الحقيقة في الحد من السي بي سي واستخداماته وإيجاد البديل. ولذلك اتفاقية كيوتو اللي بيتكلموا عنها لعملية تنظيم والحد من الاحتباس الحراري بتعترف بالسي بي سي، بس هم ما بيعتبروا يعني عنصر، اللي بيعتبروا العنصر الرئيسي للتعامل معه هو السي او 2 الكربون. هذا اللي هم اهمهم، العدو الاول لهم اللي بيهاجموه بشكل او باخر، وحنشوف بعد بعض الاحيان. برضو في ناس بيقولوا يا جماعه انه والله الارض هذه دائما كانت ترسل انبعاثات من البراكين، وهنا وهنا وهنا، وغازات ثاني اكسيد الكربون اللي انتم تشتكوا منها كانت موجوده في الارض. لما درسوا هم الظاهره ووجدوا انه مستوى الانبعاثات لثاني اكسيد الكربون، يعني اخذوها من عام 1870، وجدوها يعني هي في ازدياد، لكن كان الازدياد الى حد ما متقبل، يعني متقبل كيف
يعني النظام البيئي اللي في الأرض يقدر يستوعب ويتعامل ويتكيف مع أي زيادة منطقية. هو وبالتالي هو بياخد ينقي ويرجع يعطينا هواء نظيف. إلا لما إحنا بدينا تنفتح شهيتنا على المنتجات. يعني في عام 1930 شايفين أنتم هنا عام 1930 إذا كلنا نذكر هي بداية انطلاقة الثورة الصناعية 1930. شوفوا 1930 إيش اللي حصل. كانت النقطة انطلاقة في إيه؟ في ارتفاع القمة الهائل من الانبعاثات. وهذا برضو دليل قاطع آخر إنه هناك علاقة موثقة بين النشاطات البشرية والأضرار النظام البيئي في الأجواء. طيب نبي نعرف مين السبب. هو مين بيسوي إيه؟ هو مين بيسوي إيه؟ مين بيرسل؟ ففي انبعاثات من مصادر الطاقة energy emissions مسؤول عنها منظمات أو شركات طاقة توريدة شركات أو وسائل النقل والمباني وكمان الصناعة هنا وبعض الحاجات اللي لها ارتباط بالطاقة بشكل أو بآخر زي مثلا مصافي البترول أو أي حاجة من هالنوع. وفي نوع ثاني اللي بيشارك في هذا النوع اللي هو non energy emission، يعني في انبعاثات من ناس ما لهم علاقة بالطاقة زي الناس اللي بيستعملوا الأرض، يعني كيف ناس بيحولوا الغابات إلى أراضي زراعية أو ناس يحولوا الغابات إلى إلى إيش؟ إلى مباني، إلى يسموها development، ما أعرف إذا هي فعلا تنبية هذه نقطع الأشجار والغابات عشان ننتحر أو يحولونها إلى أراضي زراعية أو أحيانا في من عمليات الويست بنلاقي إنه في انبعاثات. فنوع هذه لكن الغالبية العظمى المسؤولة عن الانبعاثات هي energy related المنشآت إلا بتعطي الطاقة. هنا الشريحة هذه بتبين لنا مدى الانبعاثات وفقا للعمليات الصناعية. شوفوا القارة هذه أمريكا الشمالية معروفة بالصناعات، فكمية الانبعاثات هنا دائرة تعبر عن انبعاثات كمية أكثر مثلا من أفريقيا أكثر من هناك، وهنا أوروبا وهنا الصين وهنا ماني عارف إيش فهم الأستراليين ولا لا إيش مصورين في الأزرق هذا. إنه شوفوا برضه هي مرتبطة. وهذا ترى يا جماعة يعني في شريحة تانية كمان هتبين تقريبا نفس الشيء. هنا لا احنا قلنا المصادر الانبعاثات من عدة من الناحية الصناعية أو من استخدامات الأراضي. استخدامات الأراضي اللي أمريكا اللاتينية وأفريقيا هنا أمريكا الشمالية شوية لا. ليه؟ لأنه بنلاحظ إنه في يعني جو كبير على تقطيع الأشياء في الغابات. رئة العالم تكمن في البرازيل ونازلين فيها تقطيع، وكذلك في أفريقيا وكذلك في يعني شرق آسيا زي ماليزيا. زرت ماليزيا ولقيتهم نازلين بس يصنعوا في الخشب يقطعوا الغابات بشكل مخيف. هنا برضو بنشوف إنه حسب البلدان مين أكبر منتج أو ملوث، خلينا نشوف بشفافية ملوث للأجواء. أمريكا دول صناعي، دول صناعي. شو هذه نصيب العالم هنا بالأطنان ونصيب كل بلد هنا. وهذه جماعة في الإدارة البيئية يعني good argument، عندنا دليل قاطع مين اللي لازم يتحمل المسؤولية. ها في الإدارة البيئية في حاجة اسمها PPP polluters pays principle، مبدأ الملوث يدفع. ولذلك أظن سيد أظن يتعبي لنا ببعض الأمثلة والأداء ولو إنه يعني الحدر السياسي أخذ أكثر من حجم البيئي في الاتفاقيات الدولية. هنا شريحة بتبين تأثير البيئة على النباتات
وهذه دراسة حقيقية، عنه هواء مفلتر منقى وزرعوا فيه فطلعت النبتة الحبوب إلى هذا الشكل، وحطوا هواء عادي طلعت النبتة بهالمستوى، وحطوا النبتة هذه في هواء ملوث، فشوفوا الفرق بين التأثير على النباتات بشكل أو بآخر. طبعا في دراسات أخرى كثيرة تبين هذا الشكل. هنا بيبين لنا الانسياب للمستوى التلوث في البحار، وفي تيارات بتنقل التلوث، فلا أحد يقول ما لنا شغل، البيئة لا تعرف الحدود. إذا أحد رمى في أمريكا حيجينا، وإذا إحنا رمينا حيروح لأفريقيا وهكذا. هنا برضو أنا حاول أسرع أكثر، إنه عملوا موديلينج ويتوقعوا إنه ارتفاع درجة الحرارة بيطلع بشكل أكبر. هنا بالشريحة دي بتقول إنه 10 دقائق ربع ساعة، خلص ربع ساعة شكرا. هنا ارتفاع درجة الحرارة بيأثر على الصحة وعلى الزراعة وعلى الغابات وعلى المياه، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ بشكل أو بآخر. وفي ترى كثير من الحاجات اللي إنه المدن بتخسر اليابسة بشكل كبير، ولا تنسوا اليابسة هي من يعني نادرة الوجود. هنا نتكلم علاقة البيئة بالاقتصاد، شوفوا إيش موجود هنا عندنا. هذه الخسائر المادية الفعلية اللي صارت خلال 40 سنة، شوفوا 300 بليون دولار خسرها العالم من جراء الكوارث الطبيعية. طبعا هذا الأصفر بيمثل إنه والله استعادوها شركات التأمين عوضتنا. شركات التأمين برضه هي بتصرف يعني من جوبنا، ما هي من ده. فإذا التكلفة عالية جدا جدا في عملية الأضرار اللي بتسويها التغير المناخي. هنا برضو خلينا يعني نسرع شوي بلاش هنا. هنا التيار الهوائي التيارات، ترى في أنهار إحنا ما نشوفها بنسميها الحزام، بيسير البحار، وهي عبارة عن تيارات وأمواج وهواء وإلى آخره. وهذا برضو مع ارتفاع درجة الحرارة تأثر وأصبح يعني بيهدد الإنسانية، لأنه هذا هو ناقل، هو شركة نقل أوتوبيسات. يا جماعة هذا اللي في البحر هي عبارة عن أوتوبيسات، إيش بتشيل ذات تيار؟ بيشيل كائنات حية، بينقل شركاءنا من الكائنات اللي ما نشوفها، البكتيريات والأسماك والشغلات هذه، ويجيبها على القارة هذه، ويأخذ ركاب تانيين ويحطهم ويرسلهم على هناك، وهكذا تيار قائم بتستخدم لما وهم طبعا شركاءنا بيقدم خدمات. وهذا يعني إن شاء الله يكون لنا فرصة نتكلم عن الإيكو سيستم بشكل. فهنا مهدد الانقراض هذه موديل عملوه نموذج انه ممكن انه ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي الى ارتفاع منسوب المياه، وهذه دكة مهددة، وهذه الخسائر اللي ممكن يخسروها في الدكة. في احد من مصر هنا، في مصر بالله يشوف لي قطعة ارض في منصورة، انا احب ان استثمر إن الان بعد ما شفت الصورة هذه انا حاشتري على 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 البلاد حق المنصورة. المنصورة ما فيها بحر، فيها هي على البحر، ها هي على النهر، على النهر بس البحر بعيد عن هم يسموه البحر. لا انا اقول على البحر، انا اشتري البحر النهر يسموه. شوفوا ما تصدقوا هنا المنصورة، والله البحر يسموه. هذا المنصور شايفين المنصور قد ايش تبعد عن البحر، فبالتالي نقول انه فيها بحر. شوف المنصورة دلوقتي هنا قريب، ما انا شايفه البحر. يعني لما يرتفع منسوب المياه، هذا مضل بيقول لك لو زادت الحرارة أكثر منسوب الشواطئ تغرق، وبالتالي يعني مدن حتختفي. والأخير هذا مضل بيعطونا إنه بنزوره نحن غير كمان غير معلش. هذه مجموعة التصنيفات الأمراض اللي ممكن تنتشر من خلال. هنا شوفوا هذه الاتفاقيات الدولية اللي تم الاتفاق عليها دوليا في مجال البيئة، ولو شفنا كيوتو هنا في عام 1997 يعني بدأت، وهي تعتبر
الاورجنايزر المنظم لبين الدول لكيفيه تخفيض الانبعاثات. كيوتو بدات من التسعينات، لكن الان بعد الاختلافات والان بدات تفكر الدول، وان شاء الله في ديسمبر القادم حيعقد في كوبنهاجن مؤتمر مهم، ونامل انهم يعيدوا الاتفاقيه او يلاقوا اتفاقيه جديده نتج عن كيوتو. حاجة مهمة إحنا الاقتصاديين بنتابع حاجة اسمها الكربون تريد. الكربون تريد أعطت حوافز مادية للناس كيف يقدروا يخفضوا، من الإنسان اللي يقدر يخفض طبعا كل واحد له حصة كأمم كدول. فلو أنا مصنع في اليمن قدرت أخفض من 100 طن إلى 60، إذا عندي الوفر هذا الوفر 40 طن أقدر أخذ عليه شهادة ويكون له قيمة اقتصادية الوفر ده، أروح أبيعه على مصنع في ألمانيا أو أمريكا، وبالتالي مصنع في ألمانيا يقدر إيه يزيد حصته بنسبة 40%. هذه لها فرصة عالمية بملايين الدولارات يومياً، زي الأسهم والسندات والسلع، هي عبارة عن سلع. أصبحت تغير مفهوم النظرة إلى معالجة المشاكل البيئية، أصبحت نظرها إنها أسد وليس لايبيليتي، هي أصول وليس خصوم في هذا المجال. يعني في نقلة نوعية وأهيبة، كل إنكم تقرأوا عن هذا المجال ما عندنا وقت كثير. هنا عندنا انطلاقة في مجال الجلوبال وارمينج، أعطى المساحة الكبيرة للكل إنه يشارك، وبدأ هناك دراسات. فهنا بعض المواقع اللي بتبين علاقة البزنس كأعمال البزنس كتجارة بالجلوبال وارمينج، وموقع تاني بيحاول إنه يمزج بين الأهداف الإنمائية الألفية، وبدأ ينظر للنوع الاجتماعي كهدف إنماء في الإنماء، والجلوبال وارمينج الانفيرمنتال سستينابيليتي. وعلى فكرة هذا حاصل، ترى مفهوم الجندر في مجال الجلوبال وارمينج السخونة الكمية أو التغير المناخي لا يقتصر على الإنسان. وجدوا إنه في دراسات مثبتة الآن إنه ارتفاع درجة الحرارة أثرت على التكوين البيولوجي لبعض الكائنات البحرية. طيب أنا أشكركم جدا على الاستماع، وأتمنى إنه يعني ناخذ 5 دقائق نشوف الفيلم القادم. 5 دقائق هو معي حياتي إن شاء الله أكثر. هذا الفيلم بيبين إحنا في كلية الاقتصاد والإدارة الشركة من الشركات حاولت تضامن ونجحت وفازت بجوائز عالمية مع الأهداف الإنمائية الألفية، وحاولت إنها تتعامل مع يسمى مصطلح جديد نجح الكربون فوت برينت، يعني مدى مسؤوليتي أنا كفرد أو كشركة في الانبعاثات. هم حاولوا أن يخفضوا من الانبعاثات في مجال عملهم، أعادوا هيكلة السياسة الإدارية كلها، ويعني أحدثوا ثورة في شركتهم. حنشوف كيف إن شاء الله. شكرا لكم. That corporate responsibility goes hand in hand with growing a sustainable business model. A number of projects already implemented are giving positive results for BT. And from the top to the very bottom, the company has actively set out to transform the way it is run and the way employees interact with each other. In the UK alone, we have reduced our carbon footprint by 60% since 1996. And they're aiming to halve that again by 2060. It's not just the big things, but it can be a collection of small things. We have what we call carbon clubs around the company. Employees can come together and work together at a building level or at a team level to help reduce the impact. And the policy seems to be working. With the establishment of carbon clubs, 8,000 employees have now pledged to reduce their carbon footprint at work and at home. At the company's site in Suffolk in the UK, BT is actively supporting these pledges. A trial run is currently underway, using electric bicycles for employees to get around the site. The bicycles have already proven to be a hit. They use a combination of pedal power and engines, powered by electricity.
but electricity sockets are appearing around the site in Suffolk for other vehicles too. Employee Graham Seabrook drives an electric car to work every day and believes others may soon follow suit. After all, it costs him around 1p per mile to run, and he doesn't pay road tax. We have something like 4,000 people who come into site every day, many of whom will be using cars, but many of whom are travelling relatively short distances from the environment around Ipswich, perhaps between 5 and 20 miles. So many of them are suited to, or their journeys are ideally suited to electric vehicles. As well as addressing transport issues in this manner, BT has also looked at working practice and has implemented what is believed to be one of the largest flexible working projects in Europe. 70,000 BT employees, 70% of its workforce, are now involved in what has been called the BT Workstyle Project, a flexible working program allowing employees to work from home. Here at the BT Centre in London, FlexiDesk areas are now supplied for staff who work from home. The results of the scheme's implementation have been staggering. By 2005, BT estimates it saved €725 million per annum through reductions in its office estate alone. Martin Thomas lives near Brighton on the southern coast of the UK. Martin, who has worked at BT for 15 years, chose the flexible working option 8 years ago. I get so much more done at home than I do when I go into the office. I'm more efficient in other ways as well. I'll probably start work earlier than I would if I went to an office, and I'd definitely finish later. But I have more home time as well, so it's really the best of both worlds for me. With the development of new technology, Martin's team all feel the benefits of this scheme, as well as being scattered throughout the UK. One team member is based in Germany and another in France. For Martin, there are also environmental benefits to be had with the arrangement. If I put my team together for a meeting, we think of the kind of travel that's involved in bringing people in from Germany and France and so on, and all converging into London for a two-hour meeting, where we could be starting using the phone and using the technology to see and interact with each other. The scheme has meant BT is avoiding purchasing approximately 12 million litres of fuel per year, resulting in 54,000 tonnes less CO2 being generated in the UK. Teleconferencing has eliminated the annual need for over 300,000 face-to-face meetings, leading to a saving of over €38 million a year. BT has also found that because of the flexible working system, the proportion of women who return to work after maternity leave exceeds 95%. But the scheme has proven to be a hit with employees across the board. By mid-2006, with flexible working available to virtually everyone in the organisation, approximately 50 employees were signing up for home working every week. It's actually never been more important to be a good corporate citizen. And that's because the business case, as well as the moral case, is very strong, both directly and indirectly. Directly, because actually if you want to recruit and retain the best people anywhere in the world, they want to work for companies who are motivated by contributing to their communities, to their environment, and really making a difference. Similarly, customers around the world also look to companies to really be making a difference, and it's part of their evaluation, and all the studies show that. I think indirectly, the healthier the economies we work in, the communities that we have, the better business we do. But BT is not just concentrating its efforts for true corporate citizenship in the UK. In India, BT, Cisco and the NGO One World South Asia launched Lifelines India in November 2006, a telephone-based information service to enable farmers to record a question and retrieve a recorded reply. Today, coverage extends to 700 villages, and more than 350 calls to the service are received each day. Crop quality and efficiency has already improved, and some farmers have seen profits increase by up to 150%. Plans are now being developed to extend the service coverage to a total of 3,000 villages by 2010, and would mean BT would have to handle 800,000 calls each year. If I look at the queries being asked, they are on new farm cropping mechanisms and techniques, new methods of managing disease and pest control,
and also post-harvesting technologies. So the questions come on all these areas. BT's efforts are being recognized by industry observers. In 2007, the company was named the world's leading corporate sustainability reporter in a survey carried out by the UNEP. Many more initiatives are being championed by BT as it makes inroads towards true corporate citizenship. But as BT itself recognizes, there is still a long way to go. نحن تقديم الشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبد الله نصير على هذه المحاضرة الشيقة والمفيدة والممتعة. وهو أحد الناشطين في مجال البيئة اللي يحرصون على أن نحصل على هواء نقي وماء نقي وبيئة نظيفة، ونشكر جزيل الشكر. والآن مع المحاضرة الثانية التي استكمال لنفس الموضوع مع سعادة الأستاذ الدكتور السيد مدثر الحولي اللي هو برضو متخصص وخبير في الإدارة البيئية وفي مجالات المحافظة على البيئة والماء النظيف والهواء النقي، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة أخي وزميل سعادة الأستاذ الدكتور حسام رحمة جميل الكلية التي أتشرف بالانتماء إليها، وأنا طبعا سعيد جدا بحضور زملائي، لأن أنا أولا أنا أكون في الكلية في بيتي الأول، فأشعر فيه بدفء أكثر من الشعور بالغربة، فوجود زملاء في الكلية أو خارج الكلية والكليات الأخرى، وأيضا تشريفنا في وجود معالي الدكتور بندر مجاز في هذه المحاضرة، وأشكر سعادة الدكتور الفرنسير على المشاركة في هذه المحاضرة الشيقة التي قدمها. و يعني أنا هتكلم كاقتصادي باعتبار أن الاقتصادي معروف أن هذا الاقتصاد هو علم الكآبة، ودائما علم الكآبة لأنه يتكلم عن تحذيرات تتعلق بالندرة التنمية، إنما في الأمر الأخير جاءت التحذيرات من علماء ما هم اقتصاديين، هم بدأوا يحذروا من جانب آخر غير كمي، بدأوا يتكلموا عن النوعية، والآن يتكلموا عن أشياء موضوع التغير المناخي بالذات، هذا من الموضوعات اللي يعني أصبحت محسوسة لكل شخص، ما أصبحت للمتخصصين ولا أصبحت لأحد معين دون أحد، فأصبحت شيء يعني منتشر في كل وسائل الإعلام. ما في يوم ما في مؤتمر دولي، ما في مؤتمر سياسي، ما في مؤتمر اقتصادي، أصبح ينص كل التخصصات، وأكاد أجزم إنه ما في تخصص الآن ما في بعض الأبحاث اللي تتعلق بموضوعات التغير المناخي. الناس كلها تتكلم عن تضافر جهود العلماء على أساس يتخلصوا من هذه الأشياء. إجازة سريع أحاول أن أكون مختصر قدر الإمكان. يعني أهم الآثار والعواقب على التغير المناخي إنه طبعاً تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية على الأنظمة البيئية، على السكان، على الصحة والغذاء، وعلى الاقتصاد، وعلى العلاقات الدولية، حتى العلاقات الدولية بشكل حاد تأثر نتيجة هذه التغيرات المناخية اللي بنحسها. طبعاً الأنظمة البيئية اللي بتتأثر عندنا يعني طبعاً المناطق المتجمدة والثلوج، الزراعة، كل هذا بيتأثر، نمو الحشرات طبعا في حالة في التغيرات المناخية المتمثلة في جلوبال وورمنج. يعني هي التغيرات المناخية بتاخذ صور كثيرة، يعني كلمة الاحتباس الحراري أحد المظاهر اللي داخل التغير المناخي. التغيرات المناخية هي تغيرات ما زال في يعني في كثير من الدبيت من العلماء، هي تغيرات طبيعية نتيجة تغيرات طبيعية هي موجودة كده في التوازن حق السلسلة، أو نتيجة الأنشطة الإنسانية، وهذا الدبيت اللي داخل في كثير من الموضوع إيش الجزء حق الأنشطة الإنسانية، إنما تقريبا في التقرير التقييمي الأخير يعني أصبح لا خلاف إنه الأنشطة الإنسانية أصبحت مؤثرة
على التغيرات المناخيه، واحد صورها هو الجلوبال وورمنج او الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هي الاليه اللي شرحها الدكتور عبد الله، اللي هي عمليه الجرين هاوس افكت والكلام هذا نتيجه الاحتباس الحراري وجود الغازات هذه. انما لو حصل التغيرات المناخيه ايضا بتاخذ صوره الحالات المناخيه المتطرفه، حياه يعني زي الفيضانات الاعاصير لازم اصبحت اكثر شده وعنفا من الشيء المالوف واللي كان متعود عليه الانسان. طبعا يعني من الاشياء المتوقعه حتزداد حده الجفاف والتصحر في العالم بسبب نقص شديد في موارد المياه، حتزيد ملوحه المياه الجوفيه، يرتفع عدد الاشخاص اللي يعانون في شح الموارد من حوالي 5 مليار نسمه الى 8 مليار نسمه في 2020. المناطق الجليديه القطبيه حيحصل فيها نتيجه ارتفاع ذوبان كبير، وهذا موجود يعني موجود. بس الاحساس قد يكون احساس الانسان بالتغيرات هذه نتيجه وجوده فيها مختلف. وهذه يعني الجور كان قدم فيلم حاز على جائزه اوسكار قبل سنتين. في بدايه الفيلم بدا يجيب يعني نوع من التجربه اللي قدام الناس عشان يشعروا بها، فقال لو جبنا ضفدع وحطيناها في ماء حار هنجد ان الضفدع بتخفض من المياه الحاره وتروح على الخارج تنقز نفسها. انما لو حطينا الضفدع في مياه وبدينا نغليها تموت والمويه بتغلي وما تنقز، لانها بيحصل عمليه الادشن جالسه تشعر بهذا. فبيشبه هذه بعمليه الجلوبال وورمنج، يعني احنا عمالين ننضر وكثير من الاضرار بتصيب صحتنا وتصيب كل شيء في محيطنا البيئي ومن غير ما نحس، وبالتالي احنا مستسلمين يعني، انما لانها ما هي يعني ما هو صدر شيء. طبعا هيحصل بعد ذلك الكتله الجليديه، انخفاض كثافه المياه، ارتفاع مستوى البحر. طبعا هذه الهدد للتجمعات السكانيه، حتى اصبح ما في خلاف انه الان اصبح مستوى سطح البحار ارتفع، واذا استمر الايميشن بالوضع الحالي وما نفذوا الاشياء اللي اتفقوا عليها في البروتوكولات الموقع عليها الدول، فمن المتوقع انه في عام يعني في خلال 2020 هيحدث نوع من الاختفاء سواحل لدرجة أحد الدول مثلا زي دولة البحرين 11% من مساحة البحرين تختفي تحت الماء، 11% من المساحة الكلية لدولة البحرين تختفي تحت الماء. الدلتا من أهم الأشياء اللي هتكون زي ما تفضل الدكتور عبد الله نصير، بعض الدول هتكون مهددة بالغرق وكثير هيحصل فيها شح. طبعا هيحصل هجرة ملايين من السكان هيبتدوا يهاجروا. الهجرة هذه هتؤدي إلى ضغوط سياسيه بين الدول، وبرضه هذه كان عبروا عنها في بعض التغيرات المناخيه اللي حصلت في امريكا، بعض الافلام اللي تتعلق بهذا الموضوع، انه لما حاولوا لما صارت التغيرات المناخيه في امريكا حاولوا يهربوا الى فين؟ الى المكسيك. وبدات يعني العكس، بدل ما الناس بتتكلم طول عمرنا عن هجره الجماعه من المكسيك الى امريكا، لا العكس، وبداوا الامريكان يتجهوا نحو المكسيك، والمكسيكان هم اللي يمنعوهم ويقتلوهم عشان لا يدخلوا بلدهم هروبا من التغيرات المناخيه. فحتى هذه التغيرات، حتى أزمة دارفور يقال إنها بدأت عشان تغيرات مناخية، يعني في تقرير إنه نتيجة الصراع على موارد المياه النادرة ومصادر الرعي نتيجة هذا أدت إلى نوع من النزاع بين القبائل على هذه الموارد نتيجة تغيرات مناخية حصلت في المنطقة، مما أدى إلى يعني طبعاً تراجع النشاط السياحي أشياء ثانية. بس إنما أنا طبعاً حوالي 20% من 30% من السلالات من الحيوانات تقريباً حلت، هتختفي نتيجه طبعا تغير البيئه اللي بتعيش فيها، هتحاول انها تهاجر، بعضها يحاول يهاجر، بعضها يحاول يتاقلم، انما يعني هيحصل فيها. طبعا انخفاض عرض الغذاء، واحنا شفنا الغذاء الازمه الاخيره اللي كانت قبل سنه، وكان اساسا سببها السبب الاول كان فيها سبب تغير مناخي. الفيضانات اللي حصلت في الصين اللي حصل انه بدات تنقص كثير من المياه جوه القناديل، والاشياء اللي المأكولات اللي عندهم بدا ينقص عرض الغذاء، مما ادى الى في نفس الوقت اللي بيرتفع فيه الطلب من الصين ومن غيرها على الغذاء عشان يعوضوا اللي حصل في الكوارث اللي حصلت عندهم، ادى الى نوع من الانعكاسات حتى شعرنا بها هنا في المملكه في الرز وفي الاستيراد
كثير من المواد الغذائية نتيجة التغيرات المناخية الحاسمة. طبعا حيزيد طبعا الفقر، السكان المستضعفة البشرية هيحصل فيها طبعا نوع من الهجرة الكبيرة. الصحة العامة تتأثر نتيجة طبعا انتشار الملاريا، انتشار كثير من الأمراض اللي مرتبطة بدرجة الحرارة، غير طبعا الناس اللي هتموت من موجات الحرارة، وهذه كلها طبعا موجودة في التقارير اللي حصلت خلال بس العشر سنوات الماضية. الكوارث المتطرفة اللي قلت عليها اللي هو الفيضانات الشديدة، الهوريكينز، العاصير، كل هذه الأشياء هتزيد. ويعني في عام واحد حصل 364 كارثة ناجمة عن مخاطر طبيعية مست حوالي 312 مليون شخص، قتلت 240 ألف، ووصل تقريبا الاقتصادي الزيادة حقتها يعني قيمة السعرية حوالي 17 مليون دولار، 77 مليون أعتقد. بعدين الإعصار المداري اللي احنا كنا أيضا يعني قريب كان في سلطنة عمان في بونو، حصل في يوم 6 يونيو سنة 2007، على الرغم انه كانت عمان مستعدة إلا انه خسرت 4 مليارات دولار في خلال هذا الإعصار. وشفنا يعني كثير من القطاعات اللي تأثرت في عمان نتيجة هذه الكارثة المناخية. طبعا زي ما أنا قلت شوية في القطاعات الاقتصادية اللي تأثرت، إذا نتكلم عن القطاع الصناعي حيتأثر كل أنواع الصناعات، قطاع الطاقة، قطاع النقل وتشييد البناء والتمويل والتأمين أيضا. في واحد اسمه الاقتصادي فهذا ستيرن نيكولاس ستيرن، هذا كان وزير الخزانة، بعدين كان مكلف رئيس الوزراء البريطاني، قال له أنا أبغى منك دراسة اقتصادية على موضوع التغير المناخي. فطبعا عمل دراسة اقتصادية عن التغير المناخي، فهذه الدراسة أثبتت أنه تقريبا 1% من الاقتصاد من الناتج القومي العالمي هينقص بسبب التغير المناخي لا محالة، 1%. هذا لو اتخذوا كل الإجراءات والأشياء الموجودة ببروتوكول كيوتو، في الأشياء الموجودة فيما بعد في الاتفاقات الدولية الأخرى، هيحدث نوع من الانخفاض في الناتج القومي. إنما لو تركوا الأمور كما هي وما التزمت الدول، هتصل إلى 5-10% من قيمة الناتج. هو بيعطيك إن الفرق بين هالي وهالي لابد إنه يحصل في نوع من الجهود الجادة. هنا لا، هي هنا أنا ما أدري كيف راحت، معليش بعد القطاعات على طول. بس الرسبونس حق هذه يبدو انها مليانه شكلها. اوكي، فهو قال 1% وستكون نسبه الخساره. طبعا اكثر دول تخسر هي الدول الناميه، لان هي اضعف وما عندها لا الاستعدادات لانها تواجه التغير المناخي ولا تحد منه. طبعا هي اساسا ما هي ملزمه، وهذا هو الحرب اللي في الاتفاقيات الدوليه هذا النقطه. فحوالي 200 مليون شخص هيتحولوا الى لاجئين من الدول الناميه بسبب التغيرات المناخيه. على فكره هذا الكلام ما هو الارقام، ما هي أرقام أنا يعني لما نجي هقول على التطورات حق التغير المناخي، أوريكم أن هذه الأرقام جاية نتيجة مشاركة أكثر من 1500 عالم متخصص من جامعات مختلفة من دول متخلفة ودول صناعية ودول يعني متنوعة جدا من كل جامعات العالم، بيشتغلوا في تقرير علمي هو اللي يعتبر الأساس والمستند الأساسي اللي بيتبنى عليه هذه الأشياء، واللي عشان كده بيناقشوا فيه. يعني الأول كان في نقاش غير كده بيحاولوا إن هم يمنعوا. طبعا إحنا عارفين إن دول عشان هذه مهمة، إن الدول المتقدمة هي المسؤولة عن الانبعاثات من الثورة الصناعية، من يعني زي ما تفضل الدكتور عبد الله قبل شوية لاحظنا من يوم بدأت الثورة الصناعية إلى الآن حصل قفزة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأيضا غاز الميثان وكثير من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. في طبعا زي ما قلت في الأول إنه في عدم يقين في بعض الأمور التي تتعلق بالإنسان، بعض التوقعات الخاصة بقياسات خاصة بالتغير المناخي، بالتوزيع الجغرافي للآثار.
يعني طبعا في ناس حتى يعني توصل بنا يعني انه حتى الجزيرة العربية نتيجة قد تستفيد لانه قد تتحول حتى الى انهار و يعني نوع من الخضار اللي حيحدث نتيجة التغيرات المناخية اللي تحدث والتراكمات اللي تحدث في العالم كله. فطبعا في ناس كثير بيشككوا في بعض هذا، وما زالت الكتب بتصدر وما زالت الابحاث بتصير في محاولة لإثبات ان هي نتيجة اما يعني نشاط في الـ في الـ في الـ في الشمسي، الإشعاع الشمسي هي أنشطة أخرى نتيجة اقتراب كواكب أخرى أو مش أو أو تغيرات طبيعية ما لها الإنسان، بيحاولوا يوفر عن الإنسان. إنما طبعا هذه بتحاول في المؤتمرات دائما يعني الشركات الكبرى اللي ما لها قلب هي اللي بتحاول إن هي تفرض هذه الأشياء. طبعا هذا يذكرنا بالحرب اللي يعني زي السجائر، يعني كثير من الشركات كانت تقلل من أهمية القرائن اللي بتقول إنه السجائر مسبب للسرطان، كثير كانت تصرف كثير يعني تحاول تخلي الرأي العام ضد هذا الكلام. نفس الشيء يقولوا أيضا غازات ثاني أكسيد الكربون والصناعات الطاقة الكبيرة بالذات البترول ليست ضارة بالبيئة أو ليست ما هي متهمة الرئيسي في هذه الأشياء. طبعا الاهتمام على فكرة بموضوع التغير المناخي يعني هو بدأ من 1824 في جوزيف فوريه، هذا واحد فيزيائي كان يعني بدأ يتكلم في الموضوع، أما يعني أحاول أن أختصر هذا الكلام. بعد كده واحد عالم سويدي أيضا آخر حاول أنه هو يتكلم عن حرارة ارتفاع حرارة الجو، بعدين كالندر، بعدين 68. المهم في عام 68 عقد المؤتمر حق ستوكهولم وبدأوا يتكلموا عن التغير المناخي باسمه. في 79 في فبراير أخذت منظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة اليونيب أخذوا اجتماع مشترك وعملوا مؤتمر الأول لبرنامج المناخ العالمي. هو كل 10 سنوات يعقد، هيعقد دحين الآن بعد أعتقد بعد شهر هيعقد المناخ المؤتمر الثالث. هذا في الأول سنة 79 يعني بدأوا هم اللي بدأوا يهتموا بهذا الأمر. في سنة 88 المنظمة ويونيب أنشأوا حاجة يسموها الـ IPCC اللي هي Intergovernmental Panel on Climate Change. طبعا هي هيئة حكومية بتشدي المشورة العلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الدولي في هذه. في عام 1990 أصدرت تقريرها الأول، أخذوا هذا التقرير قدموه في سنة 92 في قمة الأرض، في القمة الأولى للأرض، وقدموا لهم هذا التقرير وقالوا لهم ترى يا جماعة التغير المناخي جاي وهذه خطورة ونتيجة تدخل الإنسان ولابد من اتخاذ إجراءات كبيرة. طبعا هذا الكلام ما يعجب كثير من الدول النامية، وكل دولة لها وكثير من الدول طبعا مصدر البترول بالذات، وكثير من الدول يعني كانت تقول لا تعالوا نشوف هذا التقرير ومدى الشيء العلمي اللي فيه. وبعدين قالوا انه هذا التقرير اساسا جابوه شويه علماء من الدول الصناعيه وما هم متخصصين في كل التخصصات وكان مقصور فلا بد انه يعمم، فقالوا لا طيب نعدل التقرير. عملوا التقرير الاول وعملوه، قالوا وبعد ما خلص التقرير الاول قالوا ما شارك فيه اي علماء من الدول الناميه، فعملوا كلفوهم بعمل في اثناء مؤتمر قمه الارض الاولى، ومن هنا بدأ أنا إعارتي وبدأ اهتمامي بهذه القضية في 1992 في خلال مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو. وبعد كده لما طلبوا أنهم يكتبوا التقرير التقييمي الثاني كان لي شرف أن أنا أنضم لفريق العلماء اللي المتخصصين في هذا مجال التغير المناخي. طبعا هي عبارة عن 3 تقارير ضخمة، وكل تقرير يعني في تقرير علمي، تقرير اقتصادي، تقرير اجتماعي، وايضا كل تقرير في عده شباتر، يعني في جزء من الشباتر هذا التقرير الثاني. ثم الثالث اللي حصلوا عليه على هذه التقارير هي اللي حصلت على العام الماضي 2007 بالاشتراك مع الجور لانه ناشط في مجال هذا الاي بي سي سي، وهم اللي اخذوا جائزه نوبل في 2007. هذا بعد كده لما جاءوا بعد المؤتمر هذا بداوا بعد المؤتمر حطوا اتفاقيه اسمها اتفاقية المناخ الأولى، اتفاقية الإطارية للتغير المناخي، ووضعت للتوقيع في الاتفاقية، وفعلا بدأت الدول إيش تنضم لها. في 21 مارس في بعد مرور سنة عقد المؤتمر الأول للأطراف. المهم أنكم تلاحظوا كلمة مؤتمر الأطراف،
مؤتمر الأطراف هذول الأطراف اللي وقعت على الاتفاقية وألزموا نفسهم بها. كل سنة بيعقد في بلد، دحين 13 جاي في كوبنهاجن يوم 12 ديسمبر القادم. سنة 97 كنا موجودين فين؟ في كيوتو، أو 98 في كيوتو اللي هي الآن بيقولوا بروتوكول كيوتو. هو طبعا هي مؤتمرات الأطراف بيطلع عنها سواء برلين مانديت، يطلع مثلا بيان جنيف، يطلع يعني في كل سنة يسمى بالدولة اللي حصل فيها. طبعا أنا حاطط هنا في الأوراق اللي وزعت عليه من 96 مثلا، الثاني كان في جنيف، الثالث كان في كيوتو اللي هو سنة 97. وطبعا هذا حضروا الجور وكان متحمس إنه يدخلوا الدول النامية في الموضوع وكان يضغط. ومع ذلك دولته اللي هي أمريكا هي كانت أول الدول اللي إيش اللي تراجعت عن تنفيذ كيوتو، على الرغم من هو اللي كان الناشط الأول وأكثرهم حضورا. أنا أذكر في مدينة كيوتو في خلال الأسبوعين اللي قضيناها هناك عشان يعني يوصلوا إلى يعني جلسوا إلى الصباح على أساس يوصلوا إلى اتفاق وما كانوا يوصلوا. طبعا الخلافات كلها على الدور حق الدول النامية، لأنه طبعا الدول النامية هي الأغلبية في العالم، إذا ما كانت لها دور فهم يعتقدوا طبعا أنه ما يكون. طبعا الدول النامية تقول إحنا أساسا ما إحنا اللي سببنا في المشكلة، فليش تقحمونا فيها؟ إحنا غير مسؤولين عن هذا الموضوع، هذه مشكلتكم أنتوا تسببتوها، إحنا بنعاني منها، إذا لابد أنكم أنتوا تسووها. والحقيقة أنه الوفود يعني العربية حقق النجاح في هذه الأشياء، وحطت يعني ثلاثة مبادئ رئيسية كانوا اللي هو مبدأ الحيطة. طبعا في مبدأ الحيطة هذا كان لصالحهم، لأنه يعني لا تجوا مبدأ الحيطة كان يقول لا تحاولوا يعني لا تحاول الدول إنها يعني تتحجج بأنه والله اليقين العلمي استنى لما نتأكد من الـ من الـ من الناحية العلمية. في حاجة اسمها المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، common but differentiated responsibilities، المسؤولية المشتركة لكن متباينة، يعني هي مسؤولية العالم كله لكنها متباينة، يعني الدول النامية عليها إيش؟ ما عليها شيء، الدول المتقدمة هي اللي عليها. هذا المبدأ الثاني. ومبدأ مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية، لأنه الدول اللي هي دول مصدرة للبترول بتعتمد على البترول فقط، دول زي اللي برازيل تعتمد على الغابات، دول يعني هذه كل الأشياء اللي يعني إيش اللي متعلقة بتغير المناخ. طبعا الأشياء اللي طرحت أشياء كثيرة من سنة 90 وحنسمع موضوع الضرائب على الكربون، موضوع الضرائب على الطاقة، موضوع الضرائب على المستوى الدولي ككل، على يعني يفرضوا على الكل ضرائب خاصة بتغير المناخي. طبعا كل حكومة كان لها في بريطانيا في أوروبا في أمريكا لها نوع معين يعني مثلا من هذه الضرائب بيحاول يفرضوا، وتقريبا ما كان لها فلاعية. وحتى كانوا يسموها سين تاكسز، بالضبط زي سين تاكسز. ليش كانوا يسموها سين؟ كانوا لأنه كانت التاكسز اللي كانوا يشبهوها بنفس الضرائب اللي كانت بتفرض على الكحول في بدايات القرن الماضي في أمريكا، نفس الشيء قالوا أن هذه أيضا بنفرضها على ثاني أكسيد الكربون، وعشان كده سميت بضرائب الخطية. هذه من ناحية طبعا، إنما الآليات اللي اتفقوا عليها في بروتوكول كيوتو مجموعة من الأشياء الرئيسية، أهمها التجارة في اللي أتفضل فيها الدكتور، التجارة في تصاريح الانبعاثات الفائضة من حيث التخفيض. الآن إيش عشان باختصار شديد برضه عشان لا أطول، في كيوتو قالوا هذا جدول زمني من سنة إنه كل دولة، هذه الدول مجموعة مع بعض تخفض كمية الانبعاثات الموجودة الآن من ثاني أكسيد الكربون والغازات بنسبة 5.2%. وهذه الدول طبعا هي الدول في كل الاتفاقيات موزعة إلى دول ملحق أول ملحق ثاني والنان أنكست. الدول غير ملحقة هي الدول النامية اللي احنا ما لنا شغل وما لنا اي ذنب وما نبغى نشارك في هذا الموضوع، احنا لنا مسؤولية مشتركة انما احنا ما ناخذ اجراءات في هذا المجال، انما المسؤول هي الدول الصناعية. وفي طبعا الدول اللي هي دول الاتحاد السوفيتي السابق، فقالوا لا هذه الالتزامات فقط على مين؟ على دول اللي هي في الملحق الاول اللي هي دول الصناعية، وقالوا كل الدول الصناعية ملزمة تنزل 5.2%، هذا اللي اتفقوا عليه. وقالوا هذه الدولة فرنسا كذا، وطبعا في جدول أنا لا أذكره بالتفصيل، بريطانيا قديش وقديش وهذه قديش وفرنسا قديش وكل دولة قديش. هذا الجدول هم ملزمين في سنة 2012 يخفضوا من الآن ل 2012. الآن الاجتماع هذا الجاي
اللي هو يكون في كوبنهاجن واللي هو الآن بتحصلوا كل الاجتماعات اللي الأيام الماضية بيتكلموا فيه، بيتكلموا على شيء واحد، لأن هم الآن لابد أنهم يتفقوا على الإجراءات اللي حتصير ما بعد كيوتو. يعني بعد الفترة كيوتو اللي هو المفروض من سنة 2000 إلى 2012، إيش اللي هيحدث من 2012 فما فوق؟ الآن أمريكا مصرة، وهي اللي كانت الحجة الخوية اللي كانت عندها، إنه بدون مشاركة الدول النامية لا يمكن. قالوا طيب البرازيل اقترحت يعني كنوع من الـ من الـ من الأدب السياسي، ليش ما نخليها دول النامية اللي تبغى، الدول النامية اللي يعني اختياريا تنضم. طبعا الدول النامية مواقفة إنه لا طوعي ولا خياري ولا أي شيء، المفروض الدول هذه لا تشارك، لا تشارك بأي حال من الأحوال. طبعا في آلية تانية غير بالنسبة للآية دحين، هذه دولة مثلا عندها تخفض مثلا 1000 طن من الكربون في الصناعات، كويس. هي طبعا التخفيض يشمل حاجتين، يا أنها تخفض يا أنها تشوف طريقة تزرع غابات، تزرع تسوي شيء يمتص، طبعا الغازات والمحيطات تمتص ثاني أكسيد الكربون، إذا قدرت أنها توقف إزالة الغازات تعمل شيء زي كده. المهم أن يكون نصيبها 1000 طن من الكربون، لابد أنها تنزل. في دول ما تستطيع، فعملوا أنه هيعطوها نوع من السندات اللي توافق الألف هذه، تستطيع أنها تبيعها وتتاجر فيها من حصتها من التخفيض. في آلية تانية يعني مرتبطة أيضا اسمها التنفيذ المشترك، الجوينت امبليمنتيشن. هذه لأنه أحيانا هذه يصير دولتين يشتركوا مع بعض في مشروع يخفض، يصير من 1000 حقت هذه الدولة والـ500 حقت هذه الدولة، هو هنزل 1000 ونزل من هنا بنسب معينة في مشروعات. المشروع هذا ممكن ينفذوه في دولة نامية. هذه انقلنا إلى الآلية الثالثة في آليات بروتوكول كيوتو، هذه كل آليات اقتصادية من أحدث الآليات، محتاجة إلى دراسات أكثر يعني، ومحتاجة إلى الليترتشر أكثر من الجانب العربي. برا يعني فيها أشياء كثيرة، في العالم العربي ما في، ولو أنه فيه الآن اهتمام من القطاع الخاص الآن عمال يصرف ملايين. يعني حتى الآن المغرب والجزائر ومصر أكثر الدول اللي استفادت من الحاجة الثالثة اللي هي آلية التنمية النظيفة، أو اللي هي Clean Development Mechanism. هذه الآلية بتقول الدولة القطاع الصناعي، يعني أي واحد فيكم عنده مصنع بكرة يسوي مصنع للإسمنت، المفروض إنه يعمل إيميشن خدره كذا، إنما حيكتشف طريقة ما يصير فيه إيميشن من ثاني أكسيد الكربون بخدر معين، يستطيع الآن إذا كان يكلف 1000 يحصل على فلوس من الدولة الصناعية ومن الصناديق هذه، يحصل على تمويل لنفسه وهو هنا، لأنه هذه بتنخفض بتطرح من الالتزامات اللي على هذه الدول، الالتزام اللي موجود على هذه الدولة إنها تخفض ثاني أكسيد الكربون، هي بتشتري منك بتعطيك. فانت القطاع الخاص، انا اعتقد انه كثير من الان من السعوديين من رجال الاعمال السعوديين بينتظروا هذه الفرصه، انما يعني في تكنيكال بروبلم صغيره اللي هو تحديد الدي ان اي اللي هو المركز الرئيسي او اللجنه الرئيسيه لتحديد اي مشاريع ينطبق عليها او اي مشاريع ما ينطبق عليها. هذه طبعا في شروط الامم المتحده عشان ينفذوا هذا الموضوع. طبعا في حاجة تانية نتكلم فيها، طبعا أنا دائما يعني أتكلم إنه إيش هي الأشياء المعروضة غير موضوع الضرائب وما الضرائب بشكل عام، إن إحنا نزود الجهود البحثية في مجال اليقين العلمي، طبعا موضوع الكفاءات. في حاجة إذا ما نستطيع الحد، طيب السونامي جات، إيش اللي حصل؟ كلنا عارفين السونامي إيش سوت لما سار قونو، إيش سوت في عمان. فإذا معناها، وأنا مدحين ماني مسؤول عن الحد، هل الدول الصناعية هي اللي هتحد من المشاكل غير المناخي؟ أنا على الأقل يا أخي أتأقلم، يعني يكون عندي التكييف الأدابتيشن كيبابيليتيز الموجودة في البلد، إن أنا يكون عندي أستطيع أني أسوي مثلا، إذا كانت 11% من السواحل، إذا هنا في البحرين أو في السعودية طبعا قطعا هيحصل فيه كثير من الأشياء في الجزر في السواحل، على الأقل إيش هي السياسات اللي إحنا بنسويها على أساس نستعد لارتفاع، إذا ارتفاع سطح البحر جاي جاي. والتقارير العلمية العالمية كلها اللي قالت عليها الـIPCC بمشاركة كل العلماء بما فيهم علماء عرب وعلماء شايف بيقولوا هذا جاي جاي،
طب ايش الادابتيشن ميجرز او الاشياء الادابتيشن اللي انتم اتخذتوها بحيث انكم تواجهوا هذه الاوضاع؟ مثلا مصدات، اجهزه انذار مبكر، مخابئ. يعني انت تخيل انك انت كنت موجود في تسونامي او في جونو في عمان ساعتها، هنا ايش اللي تتصور انك انت تبغى تكون موجود؟ ايش الاجراءات اللي يمكن تكون موجود تتكلم فيها؟ طبعا استقصاد في اشياء اقتصاديه كثير هنا. خلينا ننتقل للموضوع عشان ايش انا شاعر اني طولت كثير. لا لا الدول فريق كلنا نعرف الكلام هذا، ان الدول هي الدول الصناعيه. عندنا الدول الصين والدول الناميه مع بعض اللي هي جروب 77 ان تشاينا، هذول دائما بيتفاوضوا مع بعض. واهم المستندات اللي بيبني عليها الدول الناميه، الدول الناميه لها رفض كثير من الاشياء. الدول الناميه عندها بتستند الى مجموعه من الاشياء اللي هي جايه من الاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه واعلان ريو وجدول اعمال القرن 21. من عارف ما بيتغير هذا بسهوله، ظاهر كل ما يكون هذا مليان بيكون بطيء في طبعا الدول. مطالب الدول الناميه استمرار الحوار بين الدول المتقدمه والناميه لتحسين الاتفاقيه، مواجهه التاشيرات من ان الدول الصناعيه تتحمل عبء المسؤوليه التاريخيه اللي نجمت عنهم عن مشكله تغير المناخ، الرفض التام لمحاولات الالتزامات الطوعيه والطوعيه او الاختراعيه لاشراك الدول الناميه. طبعا مطالبه الدول الصناعيه بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول، الدعم المؤسسي لها طبعا مجموعه من الاشياء. طبعا بتدخل هي الدول الناميه بتدخل، انما المشكله ترى موضوع الاوزون في طبعا ناس يعتقدوا انه ان هي مؤامره دوليه، مؤامره من رجال الاعمال، مؤامره من هذول من 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 من, من رجال الصناعه. ليه؟ لانه بالنسبه اول مشكله قبل تغير المناخ كانت مشكله تاكل طبقه الاوزون، زي ما اتفضل الدكتور عبد الله هذا التاكل اللي كان حاصل قالوا انه والله مركبات السي اف سي اللي تستخدم في اطفاء الحرائق او في التكييف في الفريون هي اللي بتسبب. نتيجه طبعا كان انتشار جنرال موتورز، حصلت مصانعها صارت في البرازيل، صارت في افريقيا، كل واحد صار يصنع ثلاجات، كل واحد صار يصنع مكيفات، كل واحد. فقالوا ان هم ادعوا هذا الموضوع على اساس انه خلل، وكانت انما كانت تجربه الدول الناميه ما كان لها تجربه، بس كان كمان المركبات هذه محدوده، الصناعات محدوده، الموضوع كان ممكن. في الاخير طبعا وصلوا الى بروتوكول مونتريال او اللي هو الحد من 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 السي اف سيز، وفعلا وقعت عليه الدول بما فيها المملكه، واخذوا الدول الناميه نوع من الفتره الانتقاليه. يعني انما موضوع التغير المناخي مختلف، هذا يدخل في كل القطاعات، ما هو زي هذا، يدخل في كل القطاعات، مؤثر على الاقتصاد بالذات اقتصاد الدول الناميه. التجربه في موضوع المفاوضات شويه كانت يعني مختلفه في مفاوضات الامم المتحده. اولا تجد انه يعني من الاشياء يعني دائما الوفود بتيجي من الدول، تحصل مثلا قدامها من غير مبالغه اوراق قد كده، كفايه التقرير التقييمي الثاني المفروض يكون قري، المفروض يكون قري الاوراق هذا. والوفود العربيه والوفود اللي موجوده عباره عن 4 أنفار 5 أنفار حسب هذا، وحسب وقت الانتداب وحسب كميه الانتداب، وبعدين حتى ما يحضر اول جلسات عشان بيتابع فين التذكره حقته، في عيوب. بينما تجد مثلا الدول الصناعيه جايه لانه الشركات صرفه عليهم ودعماهم، فتحصل جاي من غير مبالغة في يوم من الأيام. أنا أشوف بعض الوفود العربية كان فيها شخصين، والوفد الأمريكي في 26 شخص، وشوفوا الليست اوف بارتيسيبنتس، فأي هذه تجد حصل. بعدين تحصل فيهم المحامي والمحاسب والاقتصادي والفيزيائي والكيميائي، وجالسين يشتغلوا كتيم، بينما الدول النامية مجموعة ويهتم بموضوع التذكرة. بدأت تشعر يعني المملكة
المملكة يعني من الدول اللي بدأ يعني من بدا من الدول اللي كانت نشيطة جدا في موضوع التغير المناخي، كانت وقفة طيبة. وأنا أعتقد إنه يعني الكلية هذه يعني مفروض إنه يعني حتى يعني تتذكر الدكتور محمد سالم الصبان، هذا من الناس اللي كانوا من النشيطين جدا للدفاع عن المصالح البترولية في هذه المؤتمرات، وكان نشيط ناشط بشكل يعني، رجل يعني كان له نشاط متميز وكان متابع وكان يحاول يلحق يعني يملي الفراغات اللي كانت موجودة في الوفود. طبعا الوفد بيمثل جهات مختلفة، لأنه موضوع التغير المناخي يهم وزارة الزراعة، يهم وزارة المياه، يهم وزارة الصناعة، يهم وزارة الجهات البيئية، فعندك عدة جهات وكل جهة لها وجهة نظر حكومية. طبعا في قطاع خاص الآن بدأت الأمور تتحسن بدخول القطاع الخاص، بوجود مجتمعات المجتمع المدني بدأوا يحضروا هذه الاتفاقيات. طبعا في الاتفاقيات هذه وفي قمم الأرض، وفي طبعا هذا موضوع ثاني، كان قمم الأرض هي تشمل لأنها برضو بيئية بس ما تتعلق بس بالتغير المناخي. التغير المناخي أنا أكيد أأكد لكم أنه لا يوجد يعني لا يوجد لحظة في يوم في العالم أنه ما في مؤتمر يتعلق بالتغير المناخي الآن خلال السنتين الأخيرة بشكل أو ووركشوب أو شيء، يعني حماية المستهلك والتعاون والتغير المناخي، التنوع البيولوجي والتنوع، ففي أشياء كثيرة. فطبعا الموضوع الدايمنشنز حقته كثيرة كثيرة جدا، وتدخل في هذا الإطار. أنا حاولت أني يعني أحط أهم النقاط اللي أنا بفكر فيه، بس هي مجرد أفكار أطرحها لكم. قد تحب أن بعضكم يهتم بهذا الموضوع أنه هو يساهم فيه أكثر أو يجعله ضمن اهتماماته، وأنا شاكر لكم حسن الاستماع.